شوف اخويا الا كنتي غادي تنتقل للويندوز تنتقل للويندوز هذا نقطه. كما قلت في الاول ملي هضرت على ويندوز 7 قلنا ان الناس كاينين بعض الناس اللي كيكونوا تيخدموا بدي لوجيسيال هذوك لي لوجيسيال تيكونوا قدام وما تيكونوش فيهم دي ميزاجور. يعني نعطيك مثال بحال الناس مثلا تيخدموا في صيانه الهاتف كيخدموا بدي بوكس كيخدموا بدي لوجيسيال اللي مثلا تيفلاشيو به التليفون كيديروا به بزاف د الحوايج. هاد الناس هادو هادوك لي لوجيسيال ما يقدرش انه يدوز لويندوز 10 لانه الا دار ويندوز 10 هادوك لوجيسيال ما غيخدموش ليه ولا غيقلب على الميزاجور ولا الابديت اللي غادي تخدم ليه شي فريم. يعني اللوجيسيال اللي كيخدم مع داك البوكس مثلا اللي كيفلاشي به التليفون ما غيلقاش، لهذا هو تلقاه بزمن وغيخدم بويندوز 10. نفس الشيء مثلا الناس اللي كيخدموا في لي لابوراتوار، كاين الناس مثلا تيخدموا في لي لابو وهذا، راه كاين الناس اللي تيخدموا في لي لابو باقي خدامين بويندوز اكس بي. علاش؟ لانه ما كاينينش تحديثات لدوك الاجهزه، كاينين اجهزه ضخمه جدا ما تيكونش عندهم تحديثات، فهمتي؟ تيكون هو اوبليجي يخدم بهذاك الويندوز. يعني هذا هما الناس اللي هما يعني ملزومين انهم يبقاو خدامين بويندوز 7. انت اخويا بالنسبه لك الا كنت غتنتقل يعني وقفات الحمايه، انت واحد تخدم بواحد البيسي اللي كتحطو مثلا في الخدمه، كديه معاك القهوه، كديه معاك الاماكن اللي هي عموميه وما الى ذلك، وتخدم به دايلي تاكس، فمن الافضل اخويا تنتقل لويندوز 10. وخاص البيسي ديالك يكون كومباتيبل مع ويندوز 10، البيسي ديالك، لانه لي درايفر ديال الكارت جرافيك الكارت الصون هذا خاص يكون عندهم يعني تحديثات فيما يخص ويندوز 10، وخاص يكون كذلك الحاسوب ديالك اصلا كيقبل البيرفورمانس ديالو او يعني المواصفات التقنيه ديالو تكون نوعا ما كتقبل ويندوز 10.